الأول طبعا إزالة الإشغالات وإزالة المخالفات. الإشغالات دي ممكن تكون إشغالات من أفراد أو مركبات. فإحنا التسع أحياء بيقوموا برفع الإشغالات يومي لعودة انضباط الشارع القاهري في التسع أحياء. فالإشغالات بتتمثل في ممكن يكون باع جائلين، ممكن يكون أهاوي، ممكن تكون أكشاك غير ملتزمة بطبيعة النشاط وبالمساحة المسموح لي بيها، ممكن تكون مركبات ركنة في الممنوع، أو يعني بيكون مركبات متهلكة. كل الأمور دي طبعا يومي بيتم رفعها لعودة انضباط الشارع القاهري. فإحنا يوميا بيتم تنفيذ رفع كل الإشغالات. فلو في حالة المركبة دي ممكن تكون مركبة متهلكة، فبنتعامل معها حالة عدم وجود لوحات على أنها إشغالات. أما إذا كان نمر عليها نمر، فالمرور بياخدها وبيفحص حالتها وبيشوف رقم الشاسي وهكذا ورقم الموتور، وبيشوف ورقها ودوسيها إذا كان عليها مخالفات أو وهكذا. لو ما فيهاش نمر تعامل كمعاملة أي إشغال، كأنها أي صندوق أو أي حاجة، فبيتم رفعها طبعا كمخلفات. ده بالنسبة احنا طبعا برضو ساحتنا المفروض ان هي تستوعب كل الاعداد الزيادة من المركبات وتحد من الركون، ان اي عربية تركن بنوع المخالفة ونحقق سيولة المرور. ده بالنسبة للمركبات. طبعا برضو في تجاوزات من بعض العربات القارة وهكذا، فبيتم القبض عليها والتحفظ عليها وإرسال الدواب لحديقة الحيوان، لأنه هو المفروض بالنسبة للمنطقة الغربية بالذات ما يكونش فيها الوسائل دي اللي هي الوسائل القارة. بالنسبة للباعة الجائلين، احنا بننزل بحملات متوالية على طول علشان ضبط الشارع وتقليص وتقليل المساحات اللي بيشغلوها. فهو في يعني حالة من الالتزام إلى حد ما في إن هم ما بينزلوش على الطريق وتقلص مكانهم بقى على الأرصفة بس، وده طبعا حاجة مؤقتة لحين إن شاء الله نقلهم في أسواق بيتم إعدادها الآن. بالنسبة لحضرتك عملوا إيه في شارع طلعت حرب؟ طبعا عايزين المنطقة مش تكون من قصف البائعين دي. هو كل وسط البلد في الأحياء كلها بتاع المنطقة الغربية تم حصر الباعة الجائلين فعلا أكتر من مرة، والحصر ده اشترك فيه طبعا الحي وشرطة المرافق والمباحث ونقابة الباعة الجائلين. والموضوع أكتر من كده، إن أصبح لبياعين ملفات الباعة الجائلين ملفات في الحي بعد الحصر، وإن شاء الله بإذن الله هيتم خطوتين. الخطوة الأولى نقل بصفة مؤقتة لمكان بديل اللي هو جراج الترجمان، تركيزا على المنطقة بتاع وسط البلد زي طلعت حرب، زي قصر النيل وهكذا، 26 يوليو، المنطقة المحيطة بالمسرح القومي، ودول هيتم نقلهم بصفة مؤقتة لجراج الترجمان استعدادا للتواجد المستديم في السوق اللي هيتبني في منطقة وبر التلج بالتوازي في سوق اسمه سوق المسلة. السوق ده منفذ بنسبة 70% وجاري دلوقتي الاستكمال أعمال التشطيب لنقله. السوق ده على مساحة 17,000 متر مربع يتبع هيئة الأوقاف، يستوعب من 6,000 ل 8,000، والرقم ده طبعا مش ثابت لأن ده يرجع للتقسيم المسطح التجاري، لأنه هو عبارة عن أربع مباني. المبنى الشريطي ده مستطيل مكون من بدروم وأرضي وأول، يعني ثلاث مستويات.
ثم ثلاث، وده كله مسطح تجاري، ثم ثلاث مباني أخرى. كل مبنى اللي هو ألف وبه وجيم عبارة عن بدروم وأرضي وأربعة متكرر بإجمالي ستة، عبارة عن تجاري وإداري. فالمسطح التجاري يمكن تقسيمه طبقا لمساحات متباينة ومختلفة، بحيث إن هي يعني تستوعب عدد كبير من الباع الجائلين، وتتناسب وتتواءم مع الأنشطة نفسها بتاع الباعة. فممكن يكون بائع احتياجه يكون متر في متر بس، إذا كان مثلا بتاع ساعات أو موبايلات أو حاجة زي كده، والتاني بتاع ملابس أو أحذية بيحتاج مساحة أكبر، وهكذا طبقا لنوع النشاط. كل مبنى من المباني اللي هو ألف وبه وجيم فيه ممكن يكون فيه يعني تجاري، النشاط يكون تجاري وإداري. ففي كل مبنى 22 وحدة ممكن تكون بنك أو مشغل أو مصنع أو مكتب أو أي حاجة، وهو ده فعلا اللي هيتم تنفيذه، بحيث أن السوق هيكون سوق متكامل في كل الأنشطة، يدار من خلال برضو شركة أمن والنظافة، وهيكون في كل الاستعدادات. احنا جاري دلوقتي رفع الرمال الزايدة والأتربة بحيث ان يستكمل اعمال الرصف للسوق من الداخل. فهنبدأ في عمل المرافق والطرق اللي جوه السوق، وتباعا استكمال اعمال التشطيب، وهناخد اول مبنى وهنسكنه ان شاء الله في اقرب فرصه في بحر شهر من الان تقريبا، ويبدا التسكين، ثم الانتهاء ياتي تباعا والتسكين تباعا لباقي المراحل. احنا لو حتى هنبدا بدور ثم الاستكمال تشطيب وتسكين بالتوازي، ده سوق المثال. هو طبعا في سيناريوهات موضوعه، يعني ممكن فعلي يتم الالتزام والتنفيذ، فمفيش مشكله اللي هيلتزم خلاص، وده هيكون افضل له وافضل للجميع، لانه ده وضع مظبوط للكل. وفي سيناريو تاني ان جزء يلتزم وجزء ما يلتزمش، فايا كانت النسبه في الحاله دي طبعا اللي مش هيلتزم هيقع تحت طائله القانون، وكل يدري قانون الاشغالات، و وما فيش حل تاني. يعني هو طبعا المنطقة الغربية انت عارف انها يعني تختلف عن اي منطقة، لان هي تعتبر قلب العاصمة الفاطمية وقلب العاصمة اساس العاصمة منذ القدم يعني. وفعلا فيها احياء او فيها شوارع قديمة جدا بعقارات لها مئات السنين فعلا، وأغلبيتها طبعا بتبقى ذات طابع معماري. فلو هي ذات طابع معماري أو لها رقم توثيق فبيتم الترميم، وطبعا بنستند لرأي جهاز التنسيق الحضاري وبنلتزم بالرأي. لو هي بقى متهالكة ومش موثقة أو اتشطبت من التوثيق أو حالتها الإنشائية تحول دون أعمال الترميم أو يكون الترميم غير مجدي، في الحالة دي بتستوجب الإزالة، فبيطلع قرار الإزالة وبيتم أو يعني قرار الهدم، آسف، فبيطلع قرار الهدم وبيتم الهدم فعلي. لا، موجودة دلوقتي، وفي طفرة في هيئة النظافة، فتم إمدادهم بمعدات لوادر وعربيات، وبرضو بتوع الإنارة تم إمدادهم بأبراج الإنارة. لا، في طفرة في المحافظة شهدتها المحافظة خلال الآونة الأخيرة في موضوع المعدات، لأن أي تقصير من شركة أمل عرب بتتحمله الهيئة، هيئة النظافة وتجميل القاهرة، وبتقوم بالتنفيذ.
هي كلمة واحدة، تطبيق قانون، تطبيق قانون. ولازم الكل يدرك ان الموضوع ده مردوده ايجابي للجميع. بالنسبة للانتخابات، زي ما حصل ان شاء الله في الاستفتاء والانتخابات الرئاسية الاستحقاق الاول والثاني، هيتم برضو في الاستحقاق الثالث للانتخابات الخاصة بمجلس الشعب. فهو نفس العمل. طبعا عندنا المنطقة وأحيائها مدركة تماما للبعد القومي للموضوع ده، ولا حياد عن تنفيذ خارطة الطريق، لأنه ده الصالح المصري، كلنا ندرك ذلك ونعلم ذلك. فبرضو الإعدادات هتتم كما يجب، وهتكون فعلا زي ما الناس اتكلمت، أو مش الناس كمان، الجهات اللي كانت مراقبة للانتخابات ذكرت انها انتخابات ناجحة وشفافة ونزيهة. هيتم برضو في الانتخابات البرلمانية، وافضل كمان استخلاصا من الدروس السابقة. ربنا معاك، الحمل تقيل، ربنا يعينك، ومفروض ان على كل واحد يدرك ابعاد المرحلة اللي احنا فيها، وكل يقف وراه، ولابد ان الكل يدرك انه الدولة تكون معبأة بأفرادها وإمكانياتها لصالح الوطن ولتخطي المرحلة الصعبة اللي احنا فيها، وتضييق الفجوة في عجز الموازنة العامة، ومن خلال زيادة الإنتاج، تشغيل الشباب، محاربة البطالة. وفي هذا الصدد طبعا احنا كمنطقة غربية بنعقد ملتقيات توظيفية، فعقدنا الملتقى التوظيفي الأول كان في منشأة ناصر، والثاني كان في حي وسط في مركز شباب الحبانية، والثالث كان في الويلي في القبة الفدوية، والرابع كان في مركز شباب باب الشعرية، والخامس كان يوم الخميس اللي فات في مركز شباب عبدين، والسادس إن شاء الله هيكون في بولاء أبو العلا. الهدف من الملتقات التوظيفية ديتي إن إحنا بنقول ما ينفعش حد يقعد في بيته، ما ينفعش ما يشتغلش، لأن شغله هيزود الإنتاج، وزيادة الإنتاج هي اللي هتضيق الفجوة الرهيبة في الموازنة العامة. ولابد إن الكل يدرك إن الوطن محتاج جهد وعرق وفكر كل فرد فيه، وما ينفعش حد يقعد في بيته. هي المرحلة دي تتطلب ان الكل يتحمل لتجاوز الأزمة اللي احنا فيها، ولتحقيق ما نتطلع اليه من آمال. طبعا احنا قدامنا طريق طويل، ولا بد ان الكل يدرك ان ما ينفعش ان احنا نستمر على الوضع اللي احنا فيه. لابد ان احنا نشتغل، لابد ان احنا نضرب في الارض، لابد ان احنا نعمر الصحاري. احنا عايشين على 6% وسايبين بقيه الارض الوطن. طيب الموضوع ده، التعمير والتنميه والحاجات دي، مش هتيجي كده الا بموارد ماليه تحقق ده كله. اذن يعني لابد من تعظيم الاستفادة من كل شيء على الأرض، لابد من تضافر الجهود، وكل يتحمل وكل يشتغل علشان ربنا يكرمنا كده ونطلع من أزمتنا دي. رقم واحد، حط لنفسك هدف، وبعد كده لابد انك تسعى لتحقيق الهدف ده. ما تهمش دورك. بص لنفسك على انك حاجة كبيرة، حاجة مؤثرة في المجتمع. لو انت خططت لنفسك الاهداف دي ان شاء الله تبلغها.
محدش يهمش دوره، محدش يقلل من شأنه، كل واحد يجتهد يبدع يفكر يضيف علشان الوطن مش هينهض إلا بفكر وسواعد الجميع. وفي نفس الوقت برضو انت كشاب انت حامل لرسالة الوطن، فلابد انك تأهل نفسك لكده.